الحرس الثوري الإيراني بدأ بعمليات عسكرية موسعة على الحدود العراقية، بل إنه قام باختراق الحدود العراقية مباشرة قبل 48 ساعة من الآن، وهنالك ترشيحات بأن تكون هنالك هجمات أكثر في الأيام القادمة على الداخل العراقي، مستغلين الأزمة الكبيرة التي تأتي، الأزمة السياسية الكبيرة في الداخل العراقي. كل هذه التفاصيل هي جاءت مباشرة من منظمة هانغاو الكردية والمعنية بحقوق الإنسان تحديدا، وكذلك ببيانات قادمة قد صرحت بها عدد من الأطراف المعارضة لإيران الموجودة في داخل إقليم كردستان عن اشتباكات حقيقية قد تمت على الحدود العراقية مع الحرس الثوري الإيراني. هذه التفاصيل حقيقة هي تأتي في هذه المنطقة، طبعا هذه هي الخارطة العراقية، وهنا باللون الأصفر هي مناطق سيطرة حكومة إقليم كردستان، بهذا الاتجاه تحديدا هي منطقة الاختراق ومنطقة الاشتباكات التي سنتحدث عنها الآن. إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة بهذا الشكل، فالتفاصيل جاءت بحسب البيانات الرسمية التي صدرت وبحسب منظمة هانغاو الكردية المعنية بحقوق الإنسان، فإن الحرس الثوري الإيراني قام بعملية تحشيدات كبيرة، قوات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني هي كانت قادمة وتقدمت من هذه المدينة، مدينة أرومية، وتقدموا وحشدوا في هذه المنطقة وهي منطقة دول ميدان أو أيضا من الجانب العراقي تعتبر هي الحاج عمران طبعا، وكذلك حتى بيران شهر بهذا الاتجاه التحشيدات، وبالتالي كل هذه المنطقة الحدودية التي نتحدث عنها فيها تحشيدات كبيرة من الحرس الثوري الإيراني، وكذلك بأنهم أيضا بحسب هذه البيانات تحدثت بأنهم مدججين بسلاح ثقيل بمدفعية ثقيلة، تقدموا بالمدفعية الثقيلة إلى هذه المنطقة وبأسلحة وعتاد كبير للغاية، بل إن هنالك قادة للحرس الثوري الإيراني جاءوا من طهران مباشرة ووصلوا إلى مدينة شنو بهذا الاتجاه. هذه مدينة مهمة جدا، وبالتالي كل القادة الذين يقودون هذه العمليات العسكرية بحسب هذه البيانات هم متواجدين في هذه المنطقة من أجل قيادة هذه العمليات العسكرية. وقبل 48 ساعة الأحد الماضي تحديدا في الساعة 9 صباحا بدأت العمليات العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وبدأوا بعملية محاولة اختراق الحدود العراقية، وكانت عبارة عن هجومين من الساعة 9 صباحا بتوقيت بغداد حتى الساعة 2 ظهرا. من كان المتصدي؟ هي منظمة معارضة لإيران كما تحدثنا، موجودة في داخل إقليم كردستان، هي منظمة كوملة تحديدا أو حزب كوملة هو الذي تصدى وقام بهذه الاشتباكات وأصدر بيانا بهذا الموضوع بأنهم اشتبكوا مع الحرس الثوري الإيراني وتمكنوا فعلا من دفع الحرس الثوري الإيراني أو على الأقل من منعه من التدخل أو الوصول أو إلى الأهداف التي يهدف إليها من خلال هذه العملية العسكرية. ولكن أكدوا أيضا بأن الحرس الثوري الإيراني لم يتزحزح من مواقعه وبأننا سنكون أمام عمليات عسكرية قادمة، وعلينا أن لا نستغرب إن كانت الساعات القادمة والأيام القادمة ستكشف لنا بأن هنالك ضربات مدفعية للحرس الثوري الإيراني تضرب هذه المناطق، مستهدفة طبعا هذا الحزب المعارض تحديدا كوملا بكل تأكيد، وبالتالي هنالك تصعيد خطير للغاية يأتي في هذه المنطقة. وهذه التفاصيل هي تأتي مع أزمة كبيرة سياسية خانقة في الداخل العراقي، هذه الأزمة أصبحت صعبة للغاية إلى درجة أن هنالك تفاصيل قد نشرت يوم أمس من قبل صحيفة ميدل إيست آي البريطانية، وضحت هذه التفاصيل طبيعة صعوبة الموقف ولماذا السيد مقتدى الصدر غاضب تماما ولا يقبل أبدا التفاوض بأي شكل من الأشكال رغم الكثير من المحاولات من الإطار التنسيقي للوصول إلى حل معين، وبأننا في تصعيد مستمر في هذه الأزمة الداخلية. تحدثت الميدل إيست آي بأن كانت هنالك تسريبات هي التي أغضبت السيد مقتدى الصدر وجعلته يصعد بهذا الشكل. ففي بادئ الأمر عندما قام الإطار التنسيقي بحسب التفاصيل التي نشرها الإطار التنسيقي نقلا طبعا عن ثلاثة قادة، واحد من القادة هو مقرب للتيار الصدري، واثنين من هؤلاء القادة هم مقربين للإطار التنسيقي، وهنالك مسؤول عراقي كبير أيضا صرح للميدل إيست آي بالتفاصيل التي سنذكرها الآن. وهم تحدثوا بأن السيد مقتدى الصدر في بادئ الأمر عند ترشيح الإطار التنسيقي للسيد محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء تقدم بهذا الشكل من ساحة التحرير عبر جسر الجمهورية ودخلوا إلى البرلمان العراقي، والكل شاهد هذا الأمر، وبعد ذلك انسحبوا
وبالتالي هو واضح جدا أن السيد مقتدى الصدر معترض في رسالة واضحة، لا نريد ونحن لسنا موافقين على مرشح الإطار التنسيقي. ولكن بعد ذلك كانت هنالك تسريبات قد وصلت للسيد مقتدى الصدر عن اجتماع قد تم داخل الإطار التنسيقي بين القيادات الخاصة بالإطار التنسيقي، ليس جميع القيادات ولكن بعض القيادات قد جلست في عملية اجتماع واتفقوا تماما على السيطرة على هيئات ووزارات حكومية للغاية، حكومية مهمة للغاية في الداخل العراقي مع تشكيل الحكومة القادمة. وهذه الوزارات تضمنت بحسب ما نشرته الميدل إيست آي وهؤلاء القادة الثلاثة الذين تحدثنا عنهم، تحدثوا تماما بأن هذه الهيئات تتمثل بجهاز مكافحة الإرهاب بالمخابرات العراقية وكذلك بشركة سومو العراقية المعروفة وأيضا وزارة الداخلية، الهدف أن يسيطروا على هذه النقاط وهذه الهيئات المهمة للغاية والحساسة للغاية. وبالتالي هنالك عزل تام للسيد مقتدى الصدر من الدولة العراقية من المؤسسات العراقية في هذه المسألة. هذا التسريب قد وصل إلى السيد مقتدى الصدر وبعد ذلك ب72 ساعة من عملية الاقتحام التي تحدثنا عنها قام بعملية اقتحام مباشرة كبيرة إلى مجلس النواب العراقي، وبقي المعتصمين في مجلس النواب العراقي حتى هذه اللحظة، لأن هذه التسريبات أغضبت السيد مقتدى الصدر. هي اجتمعت مع الكثير من التسريبات التي كانت حاضرة للسيد مقتدى الصدر، وبالتالي هو كان منزعجا تماما. حتى المسؤول العراقي الكبير الذي لم يصرح باسمه طبعا ولم تذكر اسمه الميدل إيست آي تحدث بأن هذه التسريبات هي كانت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، التي كانت تتنصت وكانت تستمع لكل كلمة قد ذكرت في هذا الاجتماع للإطار التنسيقي لهؤلاء القادة الذين طبعا كانوا هم عدد من القادة وليس جميع القادة للإطار التنسيقي. وذكرت الميدل إيست آي بأن الاجتماع مؤكد تماما بأنه تم الشهر الماضي في بغداد، طبعا في شهر يوليو في بغداد، ولم يحددوا الموقع تحديدا الذي تم به، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استمعت لكل كلمة، وهي لا يمكن لها بحسب هذا المسؤول العراقي الكبير أن تسمح للفصائل المسلحة أن تسيطر بأي شكل من الأشكال على جهاز مكافحة الإرهاب أو المخابرات العراقية أو شركة سومو أو غيرها. على هذا الأساس سربوا هذا الأمر، وهذا لا يعني بأنهم سربوا هذا الأمر مباشرة إلى السيد مقتدى الصدر وأن هنالك تعاونا، لا أبدا، بل أن التسريب ممكن أن يذهب إلى طرف وهذا الطرف يوصل هذه التسريبات إلى مقربين للسيد مقتدى الصدر وأن يستمع إليها تماما، مثل التسجيلات التي جاءت ونشرت من خلالها تصريحات للسيد نوري المالكي وهي موجهة ضد مقتدى الصدر والتي أغضبت السيد مقتدى الصدر. وعلى أساس هذه التسريبات رأينا الاحتقان الكبير، رأينا التصعيد الكبير من التيار الصدري في هذه المنطقة، وهذا يفسر تماما الأزمة الكبيرة التي نراها. وهذا المسؤول العراقي الكبير هو صرح بهذا الشكل للميدل إيست آي عن النتيجة ونتيجة هذا الاجتماع وقال الآتي: ما تم تسريبه بشأن هذه الاتفاقية أثار غضب الصدر ودفعه إلى اقتحام المنطقة الخضراء والسيطرة على مبنى البرلمان للمرة الثانية. الاتفاق يهدف إلى تفكيك وعزل الآلة الصدرية داخل مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من كل الاجتماعات التي تمت مع السيد مقتدى الصدر من السيد هادي العامري وغيرها، إلا أن الاجتماع الوحيد الذي ذكر هو بشكل إيجابي من الميدل إيست آي البريطانية هو الاجتماع بين السيد مقتدى الصدر وجينين بلاسخارت. وصفوه بأنه كان جيدا ولكنه لم ينتج عنه شيء، وأن السيد مقتدى الصدر ملتزم بموقفه الحازم. وبالتالي على هذا الأساس نحن أمام أزمة ليست بالعادية. ولكن كان هنالك أيضا مسؤولين قد صرحوا إلى الميدل إيست آي عن طبيعة التدخل الأمريكي والإيراني، وما إذا كان هنالك من المتوقع في ظل هذه الأزمة السياسية أن يكون هنالك تدخل أمريكي إيراني في الداخل العراقي لحل هذه الأزمة، بما أن الدولتين تعتبر هي الأكثر نفوذا في الداخل العراقي. هؤلاء المسؤولين أو هؤلاء الذين صرحوا للميدل إيست آي أكدوا بأن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها تدخلوا في هذه الأزمة بشكل مباشر من أجل حلها، وذلك لسبب مهم للغاية، ألا وهو أن هنالك رغبة من الطرفين للعودة للاتفاقية النووية، لأن الأمور اقتربت كثيرا من النجاح في العودة للاتفاقية النووية. الكلام في المفاوضات الأخيرة التي تمت في فيينا في الجولة الأخيرة ومقترح الاتحاد الأوروبي كان
كان إيجابيا للغاية والكلام أصبح إيجابيا إلى درجة عندما نرى مثلا مقارنة الريال الإيراني في مواجهة الدولار الأمريكي منذ المفاوضات الأخيرة على الأقل من الأسبوع الماضي حتى يومنا هذا، أن هنالك تحسنا كبيرا كما تلاحظون بهذا الانخفاض، هو قوة للتومان أو الريال الإيراني في حقيقة الأمر في مواجهة الدولار الأمريكي بنسبة 4.7%. هنالك تحسن واضح جدا بسبب المحادثات الإيجابية رغم أنها لم تنجح حتى هذه اللحظة، ولكن هنالك اقتراب كبير جدا. كيف عرفنا هذا الأمر؟ تصريح لمسؤول غربي إلى بوليتيكو الأمريكية قال بأن هنالك ضمانات تبحث عنها إيران، ولكن تحقيق الضمانات ربما يتجه نحو الحل. كذلك كان هنالك مستشارا أيضا للوفد الإيراني في المفاوضات الإيرانية وهو سعيد ماراندي قال بأن إيران أعربت في ردها عن مخاوفها لكن القضايا المتبقية ليست صعبة الحل. أيضا في نفس الوقت كان هنالك تصريحا أوضح وأكثر وضوحا قادما من وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبد اللهيان الذي قال بأن هنالك 3 قضايا عالقة وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد حلا لها وأن تكون مرنة في هذه المسألة، وهم أرسلوا إجابتهم للاتحاد الأوروبي بالنسبة لإيران والاتحاد الأوروبي تحديدا جوزيف بوريل وهو مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي وصاحب المقترح وصاحب عودة ووصولنا إلى هذه النقطة في المفاوضات النووية التي تعتبر إيجابية من وجهة نظر الغرب، بأن هذا الرجل استلم الإجابة من إيران حول هذه المسألة وأن هنالك مقترحات إيرانية لإنجاح هذا الأمر، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا قالت بأننا سنرسل إجابتنا للاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح هذه المفاوضات. لحظات مهمة جدا للعودة للاتفاقية النووية قد تكون الأسبوعين القادمين طبعا الأسابيع القادمة والأيام القادمة مهمة للعودة للاتفاقية النووية، إلى درجة أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتعامل بحذر مع إيران في هذه الفترة. فعلى سبيل المثال كان هنالك هجوما على شرق نهر الفرات تحديدا يوم أمس بقذيفتين صاروخيتين على حقل العمر النفطي بعد العديد من النشاطات التي جاءت في مدينة الميادين قبل 48 ساعة أو قبل 72 ساعة من الآن، والاتهامات تذهب إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في الميادين بأنها هي من قامت بهذا الهجوم. ليلة يوم أمس كان هذا الهجوم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصرح بشيء. في العادة هي تصرح، في العادة تأتي بصور، في العادة تأتي بشيء. كذلك كانت هنالك انفجارات في قاعدة الشدادي التي تتواجد بهذه المنطقة تقريبا والتي تتواجد فيها القوات الأمريكية. ليس واضحا إذا ما كانت الفصائل المسلحة هي من قامت بهذه التفجيرات أو كانت هنالك مناورات، ولكن هذه القاعدة في الفترة الأخيرة اعتدنا أن تكون الفصائل المسلحة العراقية في عدد من العمليات هي من اقتحمت واخترقت الحدود وقامت بهجمات وعادت، وبالتالي هنالك ضغط عالي. وهاتين الحادثتين وتحديدا حقل العمر النفطي هي تأتي بعد ساعات من هجوم أساسا قد تم فجر يوم أمس على قاعدة التنف هنا في المثلث الحدودي بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وسوريا، وهي تعتبر منطقة 55 كيلو، وكانت قد تمت مهاجمتها بالطائرات المسيرة. وحديث المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن كانت هنالك 3 طائرات مسيرة هي التي هاجمت هذه القاعدة. الولايات المتحدة الأمريكية ليلة يوم أمس نشرت إحدى وصور ركام إحدى الطائرات المسيرة المفخخة التي هاجمت هذه القاعدة، وواضح من الركام والحطام لهذه الطائرة كما تلاحظون من الأجنحة من الرأس المفخخ لهذه الطائرة وغيرها تتشابه تماما مع هذه الطائرة التي ترونها وتصميمها، وهي طائرة إيرانية الصنع مسيرة مفخخة دقيقة وخطرة للغاية، وهي من نوع صمات 3 أو كما يطلقون عليها الأمريكيين من التي يستخدمونها الفصائل المسلحة في الداخل العراقي KSO4 هي التي تستخدمها تحديدا الفصائل المسلحة الموجودة في العراق. نفس الطائرة نفس الشكل نفس الديزاين، ولكن هي تستخدم في العمليات الهجمات وغيرها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مثير رغم العلامات الواضحة أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي من قامت بهذا الهجوم، إلا أن البيانات الأمريكية البيانات القادمة من التحالف الدولي حذرة للغاية، لا تتهم إيران لا تتهم الفصائل المسلحة، وذلك لأنهم يريدون أن تكون الأمور كما هو واضح، أن يكون هنالك هدوءا من أجل العودة للاتفاقية النووية، الأمر الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ليس فقط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإنما الكونغرس الأمريكي، هي مسألة الطاقة وتحديدا الطاقة والشركات الأمريكية التي تعمل في مجال الطاقة
في إقليم كردستان. كيف لهذا الأمر أن يكون ممكنا؟ في حقيقة الأمر كانت هنالك رسالة قادمة يوم أمس نشرت بشكل رسمي قادمة من جيمس ريش، وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكذلك باب منندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو من الحزب الديمقراطي. لاحظ، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أرسلوا رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطلبوا منه إيجاد حل لمسألة الطاقة وعمل الشركات الأمريكية في إقليم كردستان وفي العراق بشكل عام. فهم وضحوا أن هنالك مشاكل تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للطاقة هنا. وضحوا بأن النزاع واستمرار الخلافات بين حكومة بغداد وبين حكومة إقليم كردستان حول مصادر الطاقة، وهذه الأمور هي تؤثر على عملية صادرات الطاقة الموجودة واستقرارها طبعا اقتصاديا في إقليم كردستان. كذلك هم أشاروا أيضا إلى عدد من القوانين في قانون النفط والغاز العراقي الصادر بقرارات قضائية أو قرارات من المحكمة قانونية، ووجدوا أن بعض القرارات هي تكون انتقائية، تستخدم انتقائيا ضد الشركات الأمريكية الموجودة في إقليم كردستان، وأن الشركات الأمريكية بدأت تواجه مشكلة في مستوى الطاقة في إقليم كردستان. وكذلك هم أبدوا قلقهم من هجمات الفصائل المسلحة الموالية لإيران ضد الشركات وضد الحقول النفطية الموجودة في حكومة إقليم كردستان، ووجدوا بأن إيران هي التي توجه لهذه المسألة، لأن إيران تريد أن يبقى العراق معتمدا على إيران في مسألة الطاقة وفي مسألة تصدير الغاز الطبيعي. على هذا الأساس هم وجهوا رسالة واضحة، طلبوا من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ينخرط بشكل أكبر مع الحكومة العراقية ومع حكومة إقليم كردستان من أجل إيجاد حلول لمسألة الطاقة القادمة من حكومة إقليم كردستان والعراق بشكل عام. وهذا ما ذكر طبعا بهذا الشكل من خلال هذه الرسالة التي نشرت يوم أمس. قالوا: نحثك على انخراط على الفور على مستوى عال مع حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية لحماية الاستقرار الاقتصادي لإقليم كردستان العراق. نأمل أن نرى حلا من شأنه أن يضمن أن الشركات الأمريكية قادرة على الحفاظ على عملياتها على المدى البعيد. إذن إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة بما يجري في الأزمة السياسية الموجودة في العراق أو حتى إيران، وهي غير متدخلة بشكل مباشر، من الممكن أن يتدخل؟ هذا كان واضحا بتصريح مباشر وقادم من هذا الرجل إلي أبو عون، وهو مدير معهد الولايات المتحدة للسلام. الرجل كان قد تحدث عن طرف آخر، طرف مختلف، ليست الولايات المتحدة الأمريكية وليست إيران، ولكن وجد بأن بريطانيا هي التي ستتدخل وستجد الحلول اللازمة والوافية للأزمة في الداخل العراقي، وهذا ما صرح به للميدل إيست آي البريطانية يوم أمس. قال: لدى البريطانيين في العراق نفوذ وسلاح واسعين، وهم الآن من أهم الأطراف التي يمكن أن تلعب دورا فاعلا في حل هذه الأزمة. إذن نحن فعلا أمام أزمات كبيرة جدا يواجهها العراق، وتظل الأسئلة الكبيرة المطروحة اليوم: كيف للعراق أن يتخلص من هذه الأزمة السياسية، وكيف له أن يواجه مسألة اختراقات الحرس الثورية الإيراني والعمليات العسكرية التي تأتي من فترة إلى أخرى على داخل إقليم كردستان في خرق كبير للسيادة العراقية بشكل واضح.